مرحبا جميعا، وظفك وفيديو جديد وخلينا نبلش. خلينا نبلش هذا الفيديو بجماعتي، جماعة الاركتكتشر والاركتكتس اللي انا بحبهم كثير، وكمان للناس اللي عندهم خبرة بين 3 لـ5 سنوات خبرة وعندهم سكيلز في المجال او في السكيلز الموجودة في هذا الاعلان، وشايف حالك قد حالك واركتكت تفهم وشاطر وسفاح، فقدم على هاي الوظيفة على info@hello.com او حلو، ما اعرف شو الاسم بالضبط، بس تقدر تقدم على هذا الاعلان وبعت لي احكي لي انه انت قدمت، او نرد على ايميلك او ما نرد على ايميلك. خلينا نشوف شو اللي عم بيصير معانا اعلانات التوظيف. وطبعا بما انه سألت انا كثير عن موضوع اللغات، عن موضوع المترجمين، عن موضوع الناس تشتغل في مجال الانجليش والعربي والترجمة والتدريس والى اخره، فاكيد راح احط لك هذا الاعلان اللي لقيته على واحدة من جروبس فيسبوك، واللي بيحكي لك انه بدهم 4 مترجمين، 2 يترجموا من عربي لانجليزي و2 يترجموا من انجليزي لعربي، ويفضل انه يترجموا على الجهتين، يعني 2 ways translator، والوظيفة للجهتين ذكور وإناث. فإذا أنت فيك هاي السكيلز فجو أهد وقدم على هاي الوظيفة وترجم لنا هذا الإعلان وحطنا إياه في الكومنت للغة الإنجليزية. وبالنسبة لجماعة السيفل إنجينيرز، أكيد ما حنساك، مطلوب سيفل إنجينير ومطلوب كمان سيفل سوبرفايزر، ولازم يكون عندك خبرة في مجال أويل أند غاز. للناس اللي سألت عن مجال أويل أند غاز برضو في دولة قطر، فهاي الوظيفة لسيفل بيبل عندهم هذه الخبرة المطلوبة في هذا الإعلان، واللي أكيد راح تحطونا في الكومنتس إنه إذا أنتوا قدرتوا أنكم تحصلوا على هاي الوظيفة عن طريق هذا الفيديو أو لا. وبالنسبة أكيد لرقم التلفون الموجود فحط قبله 00974 وهو مفتاح دولة قطر. وبالنسبة لجماعة الميكانيكال أكيد ما راح ننساكم، فهي إعلان عم بحكي لك على السكرين إنه مطلوب سيلز إنجينير ميكانيكال وتكنيكال إنجينير بامبس، ومطلوب تكنيشنز كمان في هذا المجال، ومحطوط لك الايميل اللي بدك تقدم عليه. طبعا لا تنسى انه في الكواليفيكيشنز المطلوبه محطوط انك انت بده يكون معك كيو اي دي، يعني بطاقه الاقامه القطريه، ويكون اكيد معك انه سي عشان انك انت تقدر تنقل من الشركه اللي انت فيها للشركه اللي انت رايح عليها. طلع الاعلان الموجود هون، فاذا انت واحد من هدول المطلوبين في هاي الشركه فقدم بسرعه، لانه عندهم بروجكت جديد عم ياخذوهم، بدهم يوظفوا هذا التيم لهذا البروجكت الجديد. فانت اذا بتقدم لك فرصه كبيره انك توظف، دائما اذا احنا بنقدم على شركات معاها بروجكت جديد او بتوظف لك بروجكت جديد، فايميديتلي التواصل بيكون على موضوع التوظيف اللي انت لو قدمت راح يحكوا معك بنسبه 80%، يعني نسبه كثير عاليه، فيحكوا معك وانت شخص كواليفايد، فلك شانس منيح انك تاخذ هاي الوظيفة. واذا بتطلع على اعلانهم بتلاقيهم مش طالبين 1 أو 2، هم طالبين 12 موظف اجداد، يعني في بروجكت اكيد جديد وهم عم بيحاولوا يلاقوا التيم الصح اللي بمفروع على هذا البروجكت، فاحتمالك 1 من 12 اشي كثير منيح. قدم وحكينا اذا انت بتقدر تحصل على واحدة من هاي الوظائف عن طريق هذا الفيديو، حطنا اياها في الكومنتس عشان نقدر نعرف قديش في ممكن ناس تكون عم تستفيد من الفيديوهات اللي عم بنحطها. وبالنسبة للصيادلة اليوم ما بدي اجيبكم على دولة قطر، بدي ابعتكم على دولة البحرين. زي ما انتم شايفين في هذا الاعلان في مجموعة صيدليات طالبة صيدلانيين، ممكن انكم انتم تقدموا على هاي الوظيفة immediately اذا انت معاك هذه السكيلز او اذا في هاي الكواليفيكيشنز موجودة فيك انت شخصيا، فاكيد ان شاء الله من احتمالك انك تقدر اتليست تحصل على مقابلة عمل في دولة البحرين. واذا انتم حابين انكم تروحوا على دولة الكويت، ففي عيادة اسنان في دولة الكويت طالبين ممرضات زي ما عم نشوف في هذا الاعلان، فاذا في ممرضات راح يقدموا على هذا الاعلان بنحب نشوف كومنتس عم تحكي لنا انكم قدمتوا، عشان نعرف كم العدد اللي برضو عم بيحضر الفيديوز، مش بس عم بيحضرها وبيشوف الاعلانات اللي فيها، لا برضو عم بيروح بيقدم لهاي الوظيفة. واذا حكوا معكم بحب كثير اعرف انه نحكي معكم او لا، فبعد هيك بنصير نعرف مين فعليا الشركات والاعلانات اللي عم بتكون ريسبونسيف على الايميلات اللي عم تجيهم، واتليست عم بيردوا عليها او عم تحصلوا على مقابلات عمل، او ان شاء الله عم تحصلوا على الوظيفه نفسها. والجماعه اللي بيحبوا يشتغلوا في مجال البنوك طلعونا على هذا الاعلان، وروحوا على دوله الكويت بنك وربه او وربه الاسلامي طالب هاي الوظائف، ومش بس اكاونتنتس او مثلا تيلرز او ناس تشتغل في مجال المحاسبيه او المصرفيه او لا، مثلا طالبين عندك مصمم جرافيك، طالبين عندك وظائف ثانيه ممكن انها تكون نصيب ناس بتدور على هاي الوظائف. فاذا رحتوا على دوله الكويت ابعثوا لنا ايميل من هناك او حطوا لنا كومنت من دوله الكويت لحتى نعرف مين الشخص اللي ممكن يكون استفاد. ان شاء الله يكون اللي استفاد عن طريق هذا الفيديو لحتى احنا نكون مبسوطين ونقدر نستمر اكثر في هاي الفيديوهات اللي عم بنحطها عن وظائف او عن مجالات التوظيف اللي احنا عم نشتغل عليها. وفعليا اللي مش قادر
وحابب انه يجي عندي على دولة قطر، فاهلا وسهلا. انا عم بحط لك اعلان حاليا من مجموعة التميمي، ممثل وظائف المطلوبة كثيرة، مساعد مدير خدمات الطعام، مشرف تموين، مساعد مدير، مشرف مطعم، طباخ تركي، شيف آسيوي، ويترز من الجنسين ذكور وإناث، جزرين أو لحامين إيش أنت في بلدك المصطلح، طهاء فلبينيين، طهاء جنوب الهند وطهاء شمال الهند، ومطلوب طهاء بشكل عام برضو، ومطلوب سائقين أتوقع للتوصيل. فهذول الوظائف في مجال المطاعم ومجال الفود أند بيفرج، فأنت بتقدر أنك أنت تقدم على هاي الوظيفة إذا أنت واحد من هذول الناس. ولما تيجي هون إذا كنت شيف فأكيد أكيد أكيد راح تعزمني وجاي أكل عندك علشان أعرف إذا أنت فعليا عندك الكواليفيكيشنز المطلوب ولا لا. أنا بس عشان يعني موضوع أتأكد أن الناس اللي عم تيجي عن طريق الفيديو يكونوا يعني مؤهلين، بس أنا شو بدي من هالدنيا غير مصلحتكم. فإذا أنت واحد من هذول الناس قدم وحكينا أنك قدمت، ولا تبخل علينا بهاي العزيمة. لهون بكون حطيت لك مجموعة من الوظائف في هذا الفيديو، إن شاء الله أنها تساعد كثير ناس انها توصل لهاي الوظيفة اذا رحت على واحدة من الدول اللي انا عم بحط لك اياها في هذا الفيديو. فاحكي لي علشان انا اذا رحت انا كمان على هاي الدولة راح اجي عندك وراح اسلم عليك وراح نتعرف على بعض. واذا جيت على دولة قطر فانت بتعرف كيف توصل لي، حط لي انك جيت على دولة قطر وانا ان شاء الله راح اتواصل معك وان شاء الله بنصير اصدقاء. واذا كنت يا رب انك تكون شيف اقدر استفيد اتليست على كل شغلة زاكية من هون لاشوفك، ولا تعمل لي الصحن الزاكي اللي انا راح اطلبه عندك. سلام.